اهتم قدماء المصريين بها اهتماما عظيما، فصوروها في معابدهم ولم يجدوا حرجا في أن يتخذوها إلها، وجعلوا منها رمزا للقوة والسلطان، فوضعوا صورها في تيجان الملوك، وكانت بوط الحية المقدسة رمز الحكمة عندهم، وكانوا يهتمون بحفظها بعد موتها بالتحنيط، وما كانوا يفزعون عند رؤيتها، بل كانوا إذا دخلت الأفاعي بيوتهم يصفقون، إذ كانوا يعتقدون أنها إذا سمعت التصفيق أخلت لهم الطريق. واتخذ قدماء المصريين من ثعابين النواشر آلات مريحة لتنفيذ أحكام الإعدام عندهم بدلا من المقصلة والمشنقة. وعلى سبيل المثال قيام كليوباترا ملكة مصر بالتخلص من حياتها بواسطة الأفعى. نعم نحن نتحدث اليوم عن الأفاعي، لكن قبل أن نبدأ يسرنا انضمامكم لقناتنا Arabic Geographic عن طريق الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. الأفاعي لا تمتلك أرجلا فهي لا تمشي، ورغم ذلك تستطيع أن تتحرك بسهولة ويسر، وذلك بأن تزحف على الأرض بعضلات جسمها وتستعين في ذلك بالحرافيش الموجودة في البطن وأطراف الضلوع. طعامها الفئران والأرانب والجلدان والسحالي والحشرات والقواقع والطيور، تبتلعها ولا تمضغها، وتستعين في ذلك بفكيها القويين، والفكان لهم مفصلان يستطيع الثعبان إرخاءهما فيفتح فمه واسعا ويبتلع فريسته، ثم يتمدد جمعه مثل المطاط ليسع فريسته. حركة الثعبان فوق جلده تجعله يبلى، لذلك فالثعابين تغير جلدها مرة كل عام على الأقل، وبعضها تغيره في العام 6 مرات، وهي تدخل جحرا ضيقا وتتحرك محتكة في حوائطه كي ينسلخ الجلد القديم، ويشعر الثعبان بنمو الجلد الجديد إذ يحس أن الجلد القديم اتسع عليه فيقوم بتغييره، إذ يشعر أنه كالجورب الواسع، ويكون ذلك في وقت قصير لا يتجاوز اليوم وليلته، وغالبا ما يغمر جسمه في الماء بعد التغيير ليقوي لحمه. الأفاعي تسمع بجلودها لأنها ليس لها آذان، وتشم بلسانها أيضا وإحساسها طبعا بجلدها، وهي أكثر الكائنات إحساسا بالبرودة والحرارة ارتفاعا وانخفاضا. وبعضها كثعبان الخشخاش له أجزاء حساسة في رأسه يستخدمها لتحسس الحرارة. والثعابين والحيات لها طباع ظريفة، منها فرحها باللبن والبطيخ والشمام، وهي تسرف في الشراب لدرجة السكر، وربما فقدت حياتها سببا لذلك، وإذا قلع ناب الحية أو ذيلها فإن ذلك يعود مرة ثانية. ومن الأفاعي نوع إذا مرضت عينه لتقدم سنه فإنه يجلس في مواجهة الشروق ينظر إلى الشمس مدة، وخلال 7 أيام يتحسن بصره. والثعبان الصغير حين يخرج من البيضة يستطيع أن يفعل ما يفعله الثعبان الكبير، فيدافع عن نفسه ويطعمها ويلدغ عدوه. والحية قوية حتى إنها إذا اختبأت في جحر ولحقها رجل وأمسك بها فلا يستطيع سحبها مهما كانت قوته، وربما انقطعت في يده ولكنه لا يقدر عليها. الثعبان الأضخم إنه نوع من الأناكوندا بالبرازيل، يزن حوالي 225 كيلوغراما، وسمه قاتل، وتكفي جرعة بسيطة لقتل عدة أشخاص. أما الثعبان الأخطر فهو نوع من الكوبرا يعيش في الهند وفي مصر، لا يتردد في الهجوم، وأكثر عدد من الناس مات بسبب الثعابين مات بسبب الكوبرا. تحايل الأفاعي: تتظاهر بعض الثعابين بالموت كثعبان العشب الأوروبي بأن يستلقي على ظهره ويخرج لسانه. أما حية الرمل فإنها تختبئ بدفن جسمها في الرمل ما عدا العينين وفتحة الأنف، فترى الأعداء ولا يرونها. وثعبان الكوبرا يبصق السم في عين عدوه فيصيبه بالعمى المؤقت، وهو قادر على بسق السم فيصل إلى مسافة 2.5 مترين،
وأعداء الأفاعي أيضا تكيد وتمكر بها، فالنمل يزحف على الأفاعي ويتخير أن يلسعها في عيونها ولسانها، ولا يزال بها حتى يقضي عليها ويلتهمها، فلا يتركها إلا عظاما عارية، ولا تجد الثعابين حيلة في مقاومتها. وللأفاعي فوائد، فتستخدم بعض الشعوب الأفاعي في القضاء على الفئران وصغارها، إذ تستطيع أن تصل إلى جحورها الضيقة لطول أجسامها ولينها ودقتها، فتخلصهم من صغارها قبل أن تكبر وتتكاثر وتنتشر، ويصعب اتقاء أضرارها. وبعض الثعابين وهو غير ضار يأكل الثعابين السامة. ولقد أدرك حكماء المصريين القدماء أن للأفعى فوائد في الشفاء، فاتخذوا من شحمها بلسما لعلاج البواسير والروماتيزم والأورام الخبيثة. وقد تنبه العلماء في عصرنا إلى ما تنبه إليه علماء المصريين القدماء، فاستعملوا سم الثعبان الناشر في علاج السرطان والجذام. والأفعى ليست كما يظن الناس ذات طبيعة عدوانية، فهي شديدة الميل إلى السكينة، لا تستثير عدوا ولا تبدأ بالمهاجمة، بل في كثير من الأحيان تحاول الفرار إذا هوجمت، ولكنها إذا اضطرت وكانت في موقف حرج تضطر إلى استخدام أسلحتها للدفاع عن نفسها، فهي لا تستخدم السلاح إلا عند الضرورة. والأفعى لشدة رغبتها في السكون وميلها إلى السلام تفر في أوكارها ما يقرب من نصف أوقات حياتها، فلا تسعى إلى الرزق، وتكتفي بالتغذي بما يكون قد ادخرته في أجسامها في فصول النشاط من مواد دهنية. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا في حلقة اليوم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. قناة أرابيك جيوغرافيك، طريقك إلى المعرفة.